مرحبا بكم في سلسلة محاسبة تكاليف واحد. خلال محاضرتنا اليوم سوف نتطرق إلى تخصيص التكاليف إلى الأقسام المساندة باستخدام طريقة التخصيص التبادلي Reciprocal Method. في المحاضرة السابقة اتطرقنا لهذا الموضوع وهو طريقة التخصيص التبادلي من خلال جدول، لكن الاختلاف في محاضرتنا اليوم راح نستخدم طريقة بديلة بتوفر علينا وقت كثير، وبالإضافة تعطينا دقة في الحصول على المعلومة، لأنه في المحاضرة الماضية كنا نستخدم الجدول، كنا نقرب أرقام قدر الإمكان، لكن اليوم راح نستخدم اللينير إكويجن، المعادلة الخطية. في هاي المحاضرة راح تكون بشكل سريع وسهلة للطالب حتى يقدر يفهم عملية تخصيص الأقسام المساندة الأقسام التشغيلية باستخدام طريقة التخصيص التبادلي باستخدام اللينير إكويجن، المعادلة الخطية. في هاي الجزئية بنقوم في عملية تخصيص التكاليف. إذا بنلاحظ في بيانات السؤال نفسه عندي كان Engineering and Production Control تكبى تكاليف $300,000، Material Management $264,000، Machining Department $329,000، والAssembly Department $227,000. المجموع كان $1,120,000. اللي بده يصير عندي كالتالي، أنا بدي أقوم بعملية تخصيص هاي التكاليف هي الأقسام المساندة إلى الأقسام التشغيلية باستخدام طريقة التخصيص التبادلي، لكن ما بدي أستخدم الجدول لأن الجدول بتأخذ وقت طويل جدا، بالإضافة نسبة الخطأ بتكون عالية. إذا راح أستخدم طريقة اللينير إكويجن. لطريقة اللينير إكويجن بتقول كالتالي، إن راح يكون أول جزء عندي لازم أكتب المعادلة الخطية، بعدين أوجد إيش القيم المتعلقة بها حتى أقدر أكتب عملية أو أكتب المعادلة الخطية. راح أبلش كالتالي، أول قسم راح يكون عندي إيش Engineering and Production Control. إذا راح يكون في عندي هون الجزئية الأولى Engineering and Production Control، أختصرها EPC، كانت القيمة المتعلقة بها $300,000 زائد بالإضافة للـ Engineering and Production Control لما كنت أخصصها في طريقة تخصيص تبادل كان يجيني جزء في كل مرة بخصص من الـ Material Management Department. قديش النصيب اللي كان يجيني؟ كان يجيني 10% كل مرة. إذا بالحالة هاي راح أقول في عندي 300,000 ضفناها مباشرة، القيمة المتعلقة فيها هي المتعلقة في الـ Material Management Department اللي كانت 10%. إذا 10% من Material Management Department راح اختصرها MM. إذا أول جزء من المعادلة كتبته. المعادلة الثانية متعلقة في إيش؟ في Material Management Department. إذا راح يكون عندي Material Management Department قيمتها قديش؟ $264,000. إذا $264,000 زائد، إحنا كان Material Management كان يجينا جزء من إيش؟ من Engineering and Production Control. كداش نصيبه كان؟ كان عندي 30%. إذا بقول 30% من Engineering and Production Control. Engineering and Production Control وهي اختصارها إيش؟ EPC. إذا بالحالة هاي أنا انتهيت من الجزئية الأولى. اللي بصير عندي هسه كالتالي، بدي أخذ واحدة من المعادلة الموجودة اللي عندي وأعوض فيها. نيجي ناخذ المعادلة الأولى وهي الـ Engineering and Production Control، نيجي كالتالي. إذا عندي EBC اللي كانت قيمتها قديش؟ هي عبارة عن $300,000 زائد 10% من Material Management نعوض فيها ايش الماتيريال مانجمنت، اي بمعنى راح يكون عندي Engineering Production Control راح يكون عندي القيمه كالتالي 300,000 زائد 10% من نفتح قوس الماتيريال مانجمنت. الماتيريال مانجمنت قديش كانت معادلتها عندي هون؟ كالتالي 264,000 زائد 30% من Engineering Production Control. مباشرة بس بحط المعادلة اللي كتبتها اللي عندي فوق مباشرة بين قوسين، وهي عبارة عن 264,000 زائد 30%
من Engineering Production Control. وبنكمل ايش تعويض المعادلة الآن. نيجي بنقول كالتالي Engineering Production Control عندي 300,000 زائد 10% ضرب 264,000 بعطيني الجواب 10% ضرب 264,000 26,400 زائد. إذن الرقم كيف يجي عندي؟ هي عبارة عن 10% مضروبة في 264,000 تطلع 26,400. طيب 10% ضرب 30% بعطيني 3% 0.03 من Engineering Production Control. إذن الجزئية اللي هون أنا عملية ضرب داخل الأقواس. بنكمل. إذن راح يكون عندي Engineering Production Control 300,000 زائد 26,400 راح يكون عندي قديش؟ 326,400. إذن 326,400 إذن هي عبارة عن 300,000 زائد 26,400 زائد إيش؟ 3% من Engineering Production Control. إذن بنكمل حل السؤال هون. Engineering Production Control وتساوي الطرف هذا بدي أنقله إيش؟ الطرف الثاني عشان نكمل تعويض المعادلة. إذا راح تكون هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن 1 ناقص 3% وتساوي 97%. إذا راح يكون Engineering Production Control هي عبارة عن 0.97% من Engineering Production Control وتساوي 326,400. عشان أتخلص من هذا الرقم بدي أقسمه. وش أعطينا قيمة 1 بقسمه، أي بمعنى بقسم هذا الرقم على إيش؟ على 97%. بطلع عندي قيمة Engineering Production Control ألا وهي قديش كانت عندي؟ تقريبا 336,400 و94,008. احنا بنقربها بتصير عندي القيمة 336,000 495. إذن بالحالة هاي أنا طلعت قيمة Engineering Production Control هي قيمتها 336,495. هاي الجزئية اللي طلعت معاي راح أخذها معاي وحوضها إيش؟ فأكمل في حل السؤال. إذا بدي أطلع قيمة القيمة الثانية في المتعلقة في Material Management Department هي راح تكون عندي 264,000 زائد 30% من قيمة قديش؟ من الـ Engineering Production Control وهي 336,495. طيب نكمل حل السؤال بعملية نقله إيش إلى الجدول. مبدئيا كانت عندي البيانات المتعلقة في الـ Engineering and Engineering Department قيمتها كانت 300,000، كان Material Management Department 264,000، كان Machining 329,000، وكانت Assembly Department 227,000. إذن القيمة راح تصير عندي هسه كالتالي. أنا بدي أعمل تخصيص إيش؟ Allocation Engineering Department.
إذا راح يكون في عندي allocation engineering and production department. كانت قيمتها قديش؟ هي الانجينيرينج 300,000، لكن حسب المعادلة القيمة اللي طلعت معاي كانت 336,495. إذا 336,495. بالحالة هاي راح أقوم بعملية تخصيص هذا المبلغ إلى الأقسام اللي عندي، قسم المساند والإضافة لأقسام التشغيلية. إذا 336,000 مضروبة مباشرة في النسب راح تطلع معي هسه موجود عندي في السؤال. طيب قديش كان Material Management Department؟ كان عندي 30%، وعندي Machining 50%، وعندي Assembly 20%. إذا راح يكون كالتالي: إذا Material Management راح يكون عندي كالتالي، هي عبارة عن 336,495 مضروبة في النسبة المتعلقة فيها. قديش كانت عندي؟ لو جينا في بيانات السؤال كانت عندي 30%، إذا 30/100 تطلع عندي القيمة قديش؟ 100,949. إذا الماتيريال مانجمنت 100,949. القسم الثاني الماشينينج ديبارتمنت كانت هي عبارة عن 336,495 مضروبة في النسبة المتعلقة فيها، وهي كانت قديش عندي؟ كانت عندي 30، كانت عندي هون 50. إذا 50/100 تطلع عندي القيمة 330,000، تطلع قيمتها 168,247. راح تلاحظ من الأرقام عندي هون تقريبيا. القسم الأخير هو عندي Assembly Department، وراح يكون نفس الآلية 336,495 مضروبة في النسبة المتعلقة فيها، وهي كانت 20/100. تطلع القيمة 67,299. إذا 67,299 هاي القيم اللي طلعت عندي هون، مباشرة هنقوم بنقلها إلى الجدول. إذا راح يكون عندي كالتالي، خلينا نميز نستخدم لون أحمر. إذا Material Management Department كانت عبارة عن 100,949، كانت الماشينينج ديبارتمنت 168,247 بالإضافة لأسمبلي ديبارتمنت كان عندي 67,299. إذن بالحالة هاي أنا خصصت قيمة 336,000 هي المتعلقة في Engineering and Production Control Department، وزعتها على القسم المساند بالإضافة لأقسام التشغيلية. إذا بنلاحظ إذا بنجمع 264,000 زائد 100,949 راح يطلع عندي قيمة جديدة، وهي راح تكون كالتالي: إذا 264,000 زائد 100,949 راح تكون عندي القيمة، هي عبارة عن 364,949. هاي القيمة اللي طلعت عندي هي عبارة عن إيش؟ النسبة الجديدة أو القيمة المتعلقة في Material Management Department. إذا راح أعمل هاي القيمة تخصيص، إذا راح يكون عندي كالتالي: Allocation للMaterial Management Department، لكن راح أقوم بعملية تخصيص إيش؟ مباشرة أضربها في النسبة المتعلقة فيها. إذن
لو جينا نخصص هاي القيمة للأقسام اللي عندي نيجي هون كالتالي بجزئية بسيطة. كانت القيمة قديش عندي؟ كانت عبارة عن 364,994. هاي متعلقة إيش؟ بدنا نعمل تخصيص إلها لل engineering and machining department and assembly department. نيجي على engineering and production control department. إذا اختصرنا E B C. إذا 364,994 مضروبة في النسبة المتعلقة بها، وهي كانت قديش عندي كانت في السؤال. لو جينا على بيانات السؤال راح نلاحظ إنه قيمتها قديش 10%. إذا نصيبها قديش 10/100، تطلع القيمة 36,495. إذا Engineering and Production Control 36,495. القسم الثاني راح يكون عندي هو Machining Department. Machining Department وهو كالتالي 364,949 مضروبة في النسبة المتعلقة فيها، وهي كانت قديش عندي في السؤال؟ كانت النسبة عندي 20%. إذا Machining 20% والأسمبلي كانت عندي 70%. إذا راح يكون في عندي هون مضروبة في 20/100، تطلع عندي القيمة قديش؟ كانت 72,990. والقسم الأخير وهو الأسمبلي ديبارتمنت، كانت قيمتها مباشرة 72,000. وان طلعت عندي هون راح يكون عندي assembly department 364,949 مضروبة في النسبة المتعلقة، وهي قلنا قديش 70/100، تطلع القيمة 255,464. الآن نقوم بس بعملية تخصيص هاي القيم. إذا راح يكون عندي قديش؟ كانت عندي الـ Engineering Department قيمتها قديش؟ 36,495. عندي الـ Machining Department 72,990. وكانت عندي الأسمبلي ديبارتمنت 255,464. إذن بالحالة نيجي كالتالي، فعليا أنا كان عندي 300,000، لما عملت تخصيص هي كانت عندي 336,495. إذا فعليا تجمع الرقم هذا زائد الرقم هذا 300,000 زائد 36,495 تطرحه من الأوليكيشن بيطلع عندي الرصيد هون قديش؟ صفر. إذا 300,000 زائد 36,495 ناقص 336,495 راح يعطيني صفر. وهون نفس الآلية 264,000 زائد نصيبها من 100,000 من الأوليكيشن من Engineering Production Control 100,949 نطرحها من 364,949 راح يعطيني ايش؟ كمان صفر. اللي بضل عندي ايش؟ بس اجمع قس قيمة الماشينينج ديبارتمنت والاسمبلي ديبارتمنت اللي كانت هي عبارة عن 329,000 زائد 168,247 زائد 72,990 راح يعطيني القيمة 570,000 و 237. إذا الماشينينج ديبارتمنت نصيبه قديش؟ 570,237. الأسمبلي ديبارتمنت نفس الآلية 227,000 زائد 67,299 زائد 255,464 تطلع عندي القيمة 549,700 63.
إذن بالحالة هاي الـ Assembly Department قيمته 549763. مجموع الـ Assembly Department زائد Machining Department لازم يعطيني 1,120,000، وهي نفس القيمة اللي تطلع عندي هون، هي عبارة عن مجموع الأقسام كلياتها وكانت هي عبارة عن 1,120,000. نعم، في نقطة معينة احنا هون احتسبنا الأوليكيشن، طلعنا قيمة الماتيريال مانجمنت 364,949 من خلال القيمة الأساسية زائد نصيبها اثنين من الأوليكيشن من Engineering and Production Control. أنا إذا بتأكد إنه شغلي هون صح في هاي القيمة اللي بتهمني، بقدر أخذ المعادلة اللي طلعت معي أول إشي فوق هاي القيمة. المعادلة نحكي عن إيش؟ الماتيريال مانجمنت ديبارتمنت. لو بشكل سريع خلينا نكتبها في مكان ثاني هون. لو جينا أخذنا المعادلة وعوضنا فيها بشكل سريع، إذا ماتيريال مانجمنت ديبارتمنت نيجي 264,000 زائد 30% من Engineering Production Control، وراح تكون عندي Material Management وتساوي 264,000 زائد 30% من Engineering Production Control، وهي قيمتها قديش كانت عندي أصلا. كانت بدل ما أجي أكمل حل المعادلة بالكامل راح ألاقي أنه القيمة هي أصلا 330,495، إذا راح أضربها مباشرة إيش؟ في 336,495. إذا راح تكون عندي كالتالي: Material Management تساوي 264,000 زائد 30% من 336,495. إذا 30% ضرب 336,495 راح يعطيني الجواب عبارة عن 100,984.5 تقريبا. تقدر تقول القيمة حسب معطاها في السؤال بالكتاب كان مقربة ل 100,994، وعلي تطلع عندي Material Management هي عبارة عن 264,000 زائد 100,949، راح تطلع معي قديش القيمة؟ 364,949. إذا القيمة اللي طلعت معي هون نفس القيمة اللي هون، هاي القيمة نفس القيمة هاي. إذا بالحالة هاي ما في داعي أحيانا نعوض المعادلة الثانية، بقدر أوجدها، لكن للتأكيد تقدر تكمل حل المعادلة وتعوض فيها مباشرة تطلع معك نفس القيمة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. شكرا لكم.